قام عدد من الطلاب في كلية الهندسة قسم الميكانيك في القاهرة بتصميم سيارة تعمل بضغط الهواء. المشروع لاقى استحسانا كبيرا وتفاؤلا بإمكانية إنتاج سيارة مصرية رفيقة بالبيئة. آلة لقياس ضغط الهواء، محركات وبضع أسلاك، كان هذا كل ما يحتاجه هؤلاء الطلاب المصريون لصنع سيارة. إنها ليست سيارة عادية ولا التوك توك الذي عرفته مصر، إنما سيارة تعمل بطاقة الهواء. نجيب كومبريسور بنغبي الهواء بيتخزن في التانكس، والتانكس دي واحنا ماشيين هي اللي بنستخدمها كأنها زي تانك العربية، بس ده تانك هو فيه عربية اللي هي بالغاز، فيه بيبقى تانك محطوط ورا فيه غاز، هو الغاز بيستخدمها طول ما انت ماشي بتاخد من الغاز ده. الهواء المضغوط وسيلة لتشغيل محركات السيارات، هذه كانت النظرية، ومن مجرد فكرة بسيطة تعلموها حولوها إلى سيارة فعلية بعد عام فقط. تطبيق يشجع على استخدام الطاقة النظيفة ومواجهة ارتفاع أسعار الوقود، تكلفة التشغيل هنا شبه معدومة. أهم من تكلفتها الابتدائية هي تكلفة التشغيل. تكلفة التشغيل للعربية هتبقى يدوب، يعني ما فيش يعتبر، لان انت ماشي بهواء مضغوط، لا انت بتدفع لبنزين، وكمان انت مش محتاج تبريد، ده موجود في العربيه لان انت اللي بتدخله هواء وهواء ساقع، فانت مش محتاج دايره تبريد للموتور، فالتكلفه التشغيليه هتبقى يعتبر زيرو. مركبه بكلفه منخفضه وباستخدام الطاقه النظيفه، اذا هذه كانت النتيجه. سرعتها القصوى 40 كيلومترا، وبإمكانها أن تجتاز مسافة 30 كيلومترا. ومع الاستخدام الفعال للموارد يمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 100 كيلومتر في الساعة، وأن تقطع نفس المسافة قبل أن تتوقف. تحديات كثيرة واجهها هؤلاء الطلاب لم تمنعهم من الوصول إلى هدفهم، وكل ما يطمحون إليه الآن هو مزيد من التمويل الذي يمكن أن يتيح لهم إنتاج السيارة على نطاق أوسع.